غضب شعبي واحتجاجات عارمة نظمها مواطنون أمام مقر المؤسسة العمومية الاستشفائية بجلفة، وذلك عقب أن تسبب خطأ طبي في وفاة الطفل المبخوت الذي يبلغ من العمر 3 سنوات. الولد جبتونا لاباس عليه، جبتو شوية مريض من الحروق درجة ثانية. حضرت مع الطبيب قلت له يا ودي الحاله واش تاعو، قال لي الحاله تاعو لاباس مش اللي دار. قلت له يا ودي اذا كانت الحاله تاعو نهبط نهبطوا للجزائر، قلت له نهبطوا للجزائر. قال لي يا ودي الحاله مش مشكل، قال لي ممكن نقعدوا نشوفوا مع التحاليل وكذا بالك غادي يقعدوا يخرج. مع ذلك كل قدو كي جيتو قال لي يا ودي راه الحاله تلتزم عمليه. مع العمليه قال لي يا ودي مش مشكل الحاله تاع تجميل، قلنا مش مشكل. قلت له يا ودي اذا كانت الحاله تتطلب باش نهبطوا للجزائر، قال لي مش اللي تطلب الجزائر تاع. مع دخلوا للبلوك 5 دقائق، ما كانش 5 دقائق، 10 دقائق قال لي راه توفى. العمليه قال لي تاع التخدير يا ودي ما فطرش ما طاكش للتخدير، وهو التخدير تاعو مش الاخصائي، خاطرش رجعت المراه ثم تهضرنا معاه قالت ماشي انا اللي خذرته، معناها التخدير خذر واحد اخر مش عارف لا فرملي ولا طبيب ولا مش عارف. حنا نطالبوا بالسلطات انت تجي تشوف لنا هذه الحاله شنو هذا، راه مش سبيطار، هذا راه متجره في مقبره. كون تدخل لداخل راك تهرب، كان معرفه بالمعرفه ما تخدم حتى حيه، ما كاين دواء ما كاين حتى حيه. البيكاج ما عرفش يبيكو الطفل ولا امراه، اللي يجيب امراه هذيك اللي واحد جاب امراه جاب باش تدير عمليه على مصرانه نحولها للكراجم. هذا سبيطار، هذا مش سبيطار، هذا مقبره. وساعة هضرت مع المسؤول ثم هضرت معاه مع الشيخ ثم قال لي هذا حقك روح، ما كاينش روح حرق روضه في طريقه. يقول حرق روضه هذا مسؤول، يقول حرق روضه فين حرق روضه؟ شنو حرق روضه؟ شنو نهضر معاه يقول حرق روضه؟ طالبنا بالمسؤوليه نجي، ما كانش مسؤول جانا. ومن بعد كي قعدنا نريكلامو جانا فيرملي وانا مش عارف مسؤول منا، قال لي كان مش عاجبك الحال روح حرق روضه. دير هضره يقولها لنا هذه، والطفل عطيناه له لاباس عليه، الطفل تحرق حرق دوزيام ديغري وبراك، وعندنا مخرجينه قال لك راها حاجتها راها انا في كراعو شوي تعشار لكن نخدموها عمليه خفيفه قاعدين. كي الطبيب تاع تخدير ما جاش طول عليه يسخر روحه يذبح في خروف، كي طول عليه داروا التخدير مات على البلاص. ورفع المواطنون الذين التفوا حول هذه القضيه شعارات مندده باللامبالاه وتسيب قالوا انه يحدث باستعجالات الجلفة، مطالبين من السلطات العليا بالبلاد افاده لجنه تحقيق محايده تعاقب من كان سببا في وفاة الصبي مبخوتي. ذاك نهار بحضور القناة تاعكم في الليل كش ما شفتوا مسؤول هبط، كش ما شفتوا مدير مبان ما بحضور القناة، هذا معناها الصورة تهدر. ما جا لا مدير البيرو ساعة باه يخدموا لنا ورقة باللي وفاة الطفل ما خدموها الناس، ما كاين والو لا مدير لا والو. درك يقول مدير يعبط، انا دايرين وقفة احتجاجية يعبط درك شخصيا ويهدر معك مساء الهواء، يهدر يقنع ناسي من راح نضربوه من راح نقتلوه ما ندير يقنعنا. ودي جي سبيطار هذا من ذاك العام عندنا، انا ثابت في عمري 33 عام اللي نشفى الجزائر، انا راح نخدموها راح نديروا لها شوف الجزائر بكري خير من درك. أصبحت هذه القضية قضية رأي عام، وأصبح هذا الشيء فات تصور وفات الحدود، لأنه نفسه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. من هذا المنطلق قضية نفس راه كبيرة وكبيرة جدا. احنا ما لناش حابين أنه لجنة التحقيق، لأنه أغلب اللجان التي توافت على هذا المستشفى أو اللجان السابقة وأد للقضايا. احنا مش حابين لجنة تحقيق، نطالبوا برأس هذا المتسبب الأول هو طبيب ثم مدير هذا المستشفى وتغريم هذه المصحة إن صح التعبير تغريمها. أهالي ضحيهم هنا كامل مجمعين وكاملين راهم خارجين بقرار واحد، حابين يتعاقب الإنسان المتسبب بهذه في هذه الحادثة. عدة حالات توفيت هنا في ظروف غامضة، لهذا نطالب القضاء والعدالة بفتح تحقيق، ليس كالسابق حفظ القضايا كما سبق مع قضية شونان الله يرحمه وابن عيسى وكثير من طفل البراء مبخوتي عبد الرحمن. نرجو فتح تحقيق شامل ودقيق من طرف العدالة وإفادة لجنة من وزارة الصحة، والسلام عليكم. ومن جهته رفض مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية الإدلاء بأي تصريح للصحافة، وهو ما قد يعتبر اعترافا بالتقصير وشعورا بالذنب.